سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. خلال الاجتماع تم استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج ورفع السعة السريرية للمعهد بزيادة 1000 سرير إضافي. وجه سيادة الرئيس بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة ورفع كفاءة بنيته التحتية، وده بالاستعانة بالخبرات الطبية العالمية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مبان جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى وكذلك المنشآت الخدمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث وجه السيد الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، أخذاً في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر. كما تم استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بما فيها محور حسب الله الكفراوي بطول 17 كيلومتر الذي يربط الطريق الدائرية جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، إلى جانب محور الحضارات وربطه مع محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم، فضلا عن تطوير محور جمال عبد الناصر كأحد أهم المحاور بالقاهرة الجديدة بطول 14 كيلومتر. كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة قاعة دار القرآن الكريم بمسجد مصر، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي الخاص بربط القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية ومجموعة شبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، لا سيما الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي. كما تم استعراض جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بمدينة شرم الشيخ استعداداً لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ ورفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية ومجمع الورش الحرفية بالمنطقة. كمان كان في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، وأبرزها الاجتماع اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مقر الحكومة بالعلمين الجديدة لمتابعة توجيهات سيادة الرئيس بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، كمان متابعة ما كانت صندوق تنمية الصادرات، ده غير تقرير صندوق النقد اللي توقع تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو ضمن الاقتصاديات العالمية لـ 2023. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مقر الحكومة بالعلمين الجديدة لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة. وقال رئيس الوزراء إن التطوير بيشمل الجانب الإداري والمالي وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات. امبارح كمان عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه الجهود المبذولة في برنامج رد الأعباء التصديرية، وقال رئيس الوزراء إنه في توجيه من سيادة الرئيس بضرورة الانتهاء من ميكنة صندوق تنمية الصادرات في أقرب وقت. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وقال إنه في توجيهات رئاسية بالبدء في الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، وكمان التوسع في الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.
برضو كان في اجتماع امبارح لرئيس الوزراء لمتابعة دراسة وتقييم الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور الجديدة شرق وغرب القاهرة. وقال الدكتور مدبولي إنه سيادة الرئيس وضع تطوير شبكة الطرق على أجندة أولوياته باعتبارها عصب التنمية في البلاد وعنصر أساسي لجذب الاستثمارات. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير بيوضح توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وده على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية. التقرير أشار إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021-2022 بشكل بيفوق متوسطات النمو العالمية، وبمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر إبريل من نفس العام. وزارة الداخلية نشرت امبارح تقرير عن الجهود اللي قامت بها أجهزة الوزارة وأبرز القضايا اللي تم ضبطها خلال أسبوع في مجال الأمن العام ومكافحة المخدرات. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 455 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 285 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1129 قطعة سلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و129 بندقية و121 بندقية آلية و48 مسدساً و829 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة، إضافة ل 1343 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 589,745 حكماً قضائياً، من بينهم 2,407 حكم جناية و211,261 حكم حبس و294,000 439 حكم غرامة و81,638 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهماً قاموا بارتكاب 17 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 75 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 110 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع
من ضبط 1243 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 67.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 1370.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 34.5 كيلوغرام، وضبط ما يزيد على 3.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى قرابة 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 12919 قرص مؤثر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 13 مليون جنيه. دلوقتي نروح مع حضراتكم في جولة في المحافظات، ومعنا مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها تنفيذ أكثر من 17699 مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك في الشرقية، وافتتاح مستشفى حميات الغردقة بتكلفة 85 مليون جنيه، والكشف على 1330 مواطن في قافلة طبية مجانية في سوهاج، وأخبار تانية كتير هنعرفها من التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة امبارح، أبرزها افتتاح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مستشفى الحميات بالغردقة بعد الانتهاء من أعمال تطويره بتكلفة 85 مليون جنيه. في بني سويف كلف المحافظ الدكتور محمد غنيم مسؤول الطرق بالبدء في معاينة الطرق المحلية والبالغ عددها 24 طريق، واللي تم إدراجهم بخطة الرصف والتطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الشرقية تم الإعلان عن تنفيذ 17699 مشروع ضمن مبادرة مشروعك، واللي وفرت 52795 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة. امبارح قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتتضمن تنفيذ 30000 مشروع رئيسي وفرعي على مستوى مختلف القطاعات، وقال كمان إن استثمارات حياة كريمة هتتخطى تريليون جنيه خلال تنفيذ الثلاث مراحل. كمان امبارح افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط مرحلة جديدة من تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ بطاقة استيعابية بلغت 111 سرير و8 غرف عمليات. في سوهاج أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج إنه تم إطلاق قافلة طبية لخدمة أهالي قرية روافع العيساوية بمركز المنشأة، وتم توقيع الكشف الطبي على 1330 مواطن، وتم عمل مسح شامل لحوالي 300 حالة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأمراض القلب. في المنوفية قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن الميزانية المخصصة للمحافظة في العام المالي الحالي 550 مليون جنيه لأعمال التطوير وفق الخطة الموضوعة مسبقاً طبقاً للأولويات. في الأليوبية أعلنت مديرية القوى العاملة عن توفير 374 فرصة عمل في 4 شركات برواتب مجزية طبقاً للخبرات المطلوبة لبعض المهن، وقالت إن الرواتب بتبدأ من 2400 جنيه حتى 4000 جنيه. We'll be right back.